هنالك تضليل دائما إعلامي، وهنالك بعض الذين يحسبون على مجال التحليل كل همهم هو يعمل على تضليل الرأي العام من خلال سوق أكاذيب وأفكار غير حقيقية. أولا السيد من لبنان يقول أنه البنى التحتية وأرواح الناس أستاذ علي يجب أن تنظر. أستاذ علي أنا هنا فضل الله. أسئلة سؤال أستاذ علي فضل الله خلينا أكمل. لا بس يا واش عدنان. أرجوك لحظة 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 أنا كنت كلش لحظة يا واش يا واش كلش بابا اسمع ايه؟ تعرضت إلى قمع من عندك المضيوف لا تخليني أكمل يا واش يا واش وأيضا هم أقول لك أنسحب أنت تعرف السيد من لبنان تعرفه منه مو متبرج أنا هنا تعرفه منه السيد من لبنان علي الأمين طبعا علي الأمين تعرف علي الأمين منه لا 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 ما اعرفه الحمد لله لا يا سيدي ابن عائله جليله وعائله دينيه جليله هسه ما دخل علي لا تنظر الى من يقول بطلع. ولكن تفضل. انظر الى ما يقال تفضل. وكونوا نقادا للكلام انا ما يهمني الاسماء انا اللي يهمني الكلام اللي يطلع وعلى ضوء الكلام انا اتكلم ما تفضل. لي علاقه اني ما لي علاقه اني انا مو رب العالمين خلينا اكمل حديثي خلينا اعطي مثال خلينا نشوف حزب الله اللي كان سبب في دمار لبنان وفلسطين لو الكيان الصهيوني والدول الغربية التي قائمة على سياسة القمع قمع الشعوب ونهبها اللي تعرضت إلى غزة خلال السنة اللي مضت قرابة يعني ما تعرضت إلى فلسطين خلال 70 عام ألاحظ خلال 70 عام فلسطين سلمت قرابة 70% من أراضيها إذا مو أكثر للكيان الصهيوني يعني هذا كلام قتل تهجير هذا كلام تاريخي يسلم الفلسطيني ويطلع يروح الغير أرض قمع قتل تهجير ويطلع بالأخير صفة فلسطين ربع فلسطين للفلسطيني وثلاثة أرباع للكيان الصهيوني أما عن طريق المقاومة وبدعم من قبل محور المقاومة شاهدت غزة ولا أولا خليني أقول لك غاية الحرب الصهيونية باتجاه غزة شنو كان الغرض من عدها هو القضاء على الفصائل الفلسطينية في هذه المنطقة فكل الفصائل المسلحة الفلسطينية المقاومة تقريبا تقع في منطقة غزة طيب. هل انتصر الكيان الصهيوني على قمع بناها التحتية والفصائل الفلسطينية في هذه المنطقة قطعا لا بسبب من؟ بسبب ثبات الفصائل ودعم محور المقاومة وتحديدا حزب الله اللي دخل جبهة مساندة واستطاع أن يشغل ثلث يعني أنا أريد أعرف يا الانتصار ما وين ما يا سيدي الله. هذه دليني سياسة على الانتصار من قبل يا أستاذ علي دلينا عليه يا أخي بس اسمح لي اللي ضربهم حزب الله لو ضربتهم الطائرات الصهيونية يا أخي توجه وجه النقد لمن توجهه للكيان الصهيوني اتفاقية جنيف شو تقول اتفاقية جنيف ل 49 تمنع المساس بالمدنيين والمستشفيات طيب. وعناصر الإغاثة والصحفيين هل الكيان الصهيوني احترم هاي القوانين الدولية يا أخي لا تقول لي هذا قانون هذا عبارة عن استبداد وطغيان الكيان الصهيوني جعل من نفسه هو وأمريكا إله لهذه المنطقة فقال لو سلموني العبوديتي لو أقتلكم وبالتالي خلي طيب يقتل طيب أنا ما سلم إليه بس راح أواجه مثل ما واجه العراق شريعة مدار تفضل مثل ما واجه العراق العباور شلون بالله اليوم مثل ما واجه العراق داعش والقاعدة والتوحيد والجهاد اليوم العراق كأرواح كبنى تحتية اليوم العراق ينعم بالاستقرار والأمن عن طريق منه عن يا طريق سيدي الخلول عن طريق المواجهة أرجوك أيضا داعش من جابت جابت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية والكيان الصهيوني